مولاي، والجبل قريب منا. ليس من عادة جند التتار أن يرتاحوا من تعب، فلنهاجم ونحن في أوج الحماس، واستنهار قلعتهم قبل المساء. قوتنا توقفت عن كث، وقرار أبي ومولاي جنكيز خان صديق. يجب أن نرتاح ونعطي فرصة للعدو كي يفكر بالاستسلام وتحقن الدماء. الأمر يعتمد على العيون الذين أرسلتهم للاستطلاع. فلنتريث. مولاي، استطلعت المنطقة بأسرها، وليس أفضل من هذا الموقع. ولكن الجبل موقع أفضل، إذ أننا سنراهم فيما لو حاولوا الاقتراب وننقض عليهم بسهامنا. بل الأفضل السهل، حيث تجتاحهم فرساننا وتعمل فيهم القتل. إن الموقع الذي اتخذناه عبارة عن سهل، يحيطه جبل شاهق صلب ونهر عريض هدار، وبعدها بفراسخ تنكشف قلاعهم. نلتزم الحكمة ونجعل العقل يسبق اللسان. على كل، لن يكون أمامهم سوى خيارين: إما أن يقبعوا ساكنين خلف أسوارهم ليكون مصيرهم الموت والجوع والخوف، أو الخروج إلينا بجيش لملاقاتنا. والوقوع بين حاجزين طبيعيين لا يمكنهم معهما المناورة والمداورة. انخر الخبر ولتعسكر قوتنا هنا. جئنا كي تباركنا يا جدنا العظيم بعد أن أصبحنا رجلين، واقتنص كل منا حيوانا بريا شاردا. يستحق الأمر الليلة احتفالا كبيرا وعظيما لتتويجكما رجلين بين الرجال، فبفعلتكما هذه كسب جيش المغول مقاتلين شديدي البأس، وصار يحق لنا أن نحلم باجتياح أسوار قلعة آل سونغ المنيعة عند أول هجمة، إلا إذا سمع الأعداء بإنجازكما الباهر وأعلنوا استسلامهم قبل بدء المعركة. ولكن الأهم من كل ذلك أن نحتفل الليلة بمجد أولاكو وكوبيلاي. ألم يكن من الممكن لجدنا أن يعفينا من هذه المهمة وهو الخان الأعظم؟ أتريد من جنكيز خان أن يعامل حفيديه معاملة خاصة؟ ماذا يقول الأمراء والفرسان؟ لا يتفوه أحد بكلمة واحدة. أقسم يا كبولاي، إنه لو لنا قلبه وأضعفته محبته فرغب أن يعفينا من امتحان الرجولة هذا لأحزنني كثيرا. أتريد أن يعتبرنا ألياس كغاي أطفالا نعتمد على أمجاد جدنا؟ نملا وأبونا يعيش في ظله. أما أنا فلا أعيش في ظل أحد. ثم ما لك مطرق في استحياء هكذا كنساء؟ ألا ترى أننا متميزون عنهن برجولتنا؟ قد يخفف هذا من تبرجحك برجولك. من يراك تدافعين عنهما يظن أنك أنت أمهما. أنسيت أنك آخر زوجات الخان، أم أنك تعتبرين نفسك طفلة مثلهما؟ ألم ينهيا حتى الآن استحمامهما؟ جنكيز خان في طريقه إلى هنا، والقبيلة كلها مجتمعة في انتظارهما، والاحتفال يوشك أن يبدأ، وأنتما تضيعان الوقت في الثرثرة والشجار.
جميعا. أتعرفان الطقس المقدس المدون في دستورنا الياسا؟ والذي ستعمدان بموجبه مقاتلين من التتار بعد أن اصطاد كل منكما جسد حيوان بري. إن الحيوانين ممددان أمامكما، وقد نلتما منهما قنصا لا ذبحا حسب دستورنا وشريعتنا، لكن روحيهما ما تزالان طليقتين حرتين. فبأي إصبعين شد كل منكما وتر القوس لرمايتهما؟ بهذين الإصبعين سينتزع كل منكما قلب الحيوان الذي اصطاد ويضمخ بالدم وجهه. وليبدأ كوبلاي. هيا. يترك لنا جنكيز خان خيارا، فإما الاستسلام أو الهلاك. جحافل جيشه الجرار لا قبل لنا بصدها، ولا تستطيع أسوارنا الصمود أمام زحفها، وسيكون مصيرنا كمصير من سبقنا وحاول مقاومة هؤلاء الهمج. ولكن الاستسلام والهلاك سواء يا مولاي، فالمغول لا يرحمون، وقبلنا كثر ممن اجتيحت بلادهم وسحقت قلاعهم الحصينة وارتكبت مجازر رهيبة، فلم يرحم الأعداء عجوزاً أو طفلاً أو امرأة، لأنهم قاوموهم وحاولوا التصدي لهم بدلاً من التحالف معهم والترحيب بهم. ألم تسمع بدستورهم الذي يعاقب على الكذب والخداع والفجور بالإعدام؟ وهل يرحب أحد بغاز أو عدو إلا من يستحق الإعدام لخيانته؟ إن قوانينهم سنت لهم وليست للشعوب التي يغزونها. نحن مضطرون حفاظا على أعراضنا وأملاكنا أن نهادن المغول،
فلا قبل لنا بمقاومتهم، قد يرأفون بنا إذا لم نتصدى لهم. أليس لدينا نساء وعجائز وأطفال؟ ألا تملأ خزائننا الكنوز والنفائس؟ ألا تنتاب بعض شبابنا مشاعر الحمية فيخرق كل الأوامر ويتصد بالمقاومة؟ ماذا تعتقدون أنا إذن أن يفعل جنكيز خان؟ صدقني يا مولاي، لن يكون المغول أكثر رحمة بنا من الذين أحرقوهم وقوموا جماجمهم في أهرامات رهيبة أينما ذهبوا. جنكيز خان تقدمت به السنون هذه المرة وخرج للحرب وكأنه في نزهة، مصطحبا بعض زوجاته وأبنائه وحتى أحفاده. لعله هذه المرة يبغي سلاما وإقامة أواصر مودة ومصاهرة، فجنكيز خان يختار في كل فتح زوجة جديدة. أهلا بزوجتي الغالية، لا داعي للقلق، فنحن نحاول معالجة الغزو الوشيك بحكمة تنجينا من الخطر وتحفظ كرامتنا. هل حقا سيطلب هذا الهمجي امرأة نبيلة من الحرم الملكي لتكون جارية له؟ ماذا قلتم يا مولاي؟ هل نخرج إليهم للقتال أم نتحصن لصد هجومهم؟ من قال إن جنكيز خان يبغي الهجوم؟ إنه يريدنا حلفاء له. ما قرار مولانا؟ نرسل إلى جنكيز خان وفدا يتحاور معه حول شروطنا لمعاهدة سلام، وفيما إذا كان سيمنحنا ضمانات أمن إن نحن استسلمنا. والدنا عن المعركة الخطيرة، أتراه يحبه أكثر من عمه؟ وهل تعتقد أنه يحبنا أقل؟ لا لا، بل لعل لوالدنا واجبا لا يقل أهمية وخطورة. ولكن شقيقين يرافقانه، إنه يدربهما على القتال. وأنت، هل تفضل أن تكون في المقدمة مع أخوينا أم تواجه مع أبينا إغارات العدو المحتملة؟ أنا خائف حيثما كنت. لا تخاف، سوف أدافع عنك وأحميك، فأنا حفيد جنكيز خان. لن تعلن الهجوم؟ ليس بعد يا بكتر، ولا تجعل صبرك نافذة. لن نحرك جيشي من هنا قبل أن يطمئنني المقدس إلى أننا منتصرون. فنبوءته لم تخطئ من قبل. يلي جوستايا المقدس، هل سيكتب لنا النصر؟ لا تهاجم، أرجوك ارفع صوتك. لن تقع حرب، لكن ستقع مذبحة، خيانة ستقع وستغنم، لكنك ستدفع الثمن غاليا. ما سيخون من يجرؤ؟ خيانة للخصوم هي، لكن احذر المرأة يا جنكيز، احذر المرأة. الرحم قبر، ومن يعفر فخا قد يقع فيه.
هل يمكن أن توضح أكثر؟ لم أعد أرى. أنت تغرب، تغرب يا جنكيز كالشمس. من هذان الصغيران؟ هذان ولداي. واحدهما سيشمخ حتى يطال الشمس، أما الآخر سيظل في الظل. أيها المقدس، هل سيغدو هولاكو عملاقة؟ هولاكو؟ لا ليس هولاكو. هولاكو سيظل قزما مهما تعملق. الشعر هو العملاق. الشعر سيطيل قامة كوبيلاي، لكن التاريخ سيذكرك بحفيدك يا جنكيز خان، بحفيدك هولاكو. مولاي، وفد من آل سونغ يقترب رافع الرايه البيضاء. صدقت نبوءتك ايها المقدس، انهم يستسلمون. قد تكون خدعه، بل جاءوا يستسلمون، فقد عرفوا بحكمتهم. فلينزل اليهم وفد يمثلني برئاستك انت يا اوكتاي، وليذهب معك من فرساني كيشيلاي وبورشو وبادي وجيبي. الم تدعني اذهب معهم يا ابي؟ بعدت ابنك الصغير بأن أعيدك إليه قطعة واحدة. إنك بهذا يا أبي تثبط من همة ولدي، سيظن أنك ترسلني للموت. اسمح لي يا مولاي أن أقول إن جيبي لن يفيدهم بشيء، بل يستحسن أن يحميهم عن بعد، لأنه أفضل رماتي. ربما كنت محقا. جوشي؟ نعم يا أبي. اذهب أنت، فإذا كان هو السهم فلسانك سيف لا يضارع. جدي، اسمح لي أن أذهب معهم. ألم أبلغ مبلغ الرجال؟ ما زلت يافع وأنا أخشى عليك. أرجوك يا جدي، أرجوك. جلبك جدك رغما عنا لتراقب المعركة عن بعد وتتمرس بخبرة المقاتلين. إن كنت تحبه حقا فلا تفوت علي هذه الفرصة ليتعلم منك ومن جوشي فن التفاوض. فيبقي جوشي عينه علي، ليس في الأمر خطر طالما جاءوا يفاوضون. سأسمح لك بالذهاب يا هولاكو. جيبي، جهز قوسك وكن على مقربة، وإذا بدرت من وفد العدو بادرة غدر أريدك أن تحمي حفيدي هولاكو. جنكيز خان العظيم
امبراطور المغول ارسلنا، هل تريدون الاستسلام؟ حاكمنا يقول للاستسلام شروط. ومتى كان للاستسلام شروط؟ اسوارنا منيعة، لكننا لسنا طرفا في غزوتكم، فانتم تقصدون هدفا اثما. سقطت اسوار امنع تحت سنابك جيش جنكيز خان. اذهب واعلم اهل مدينتك بان المغول قادمون، وعليهم ان يفتحوا ابوابها على مصاريعها ويجمعوا حلي نسائها، ويقدم واليها للامبراطور الاعظم اجمل نسائه لينكحها جنكيز خان ويتخذها خليلة له. نريد ان نتفاوض مع جنكيز خان شخصيا، فنحن لا نثق بكم. انهم يكذبوننا، هذه إهانة ستدفعون ثمنها غاليا. سوسي سوسي، مستسلمون بلا قيد ولا شرط. جوجي جوجي جوجي، إن شروط جنكيز خان مهينة، لكن ما رآه وفدنا من قسوة المغول وشراستهم يجعلني أنصحكم بالاستسلام، فالمغول لا ينسون ثأرا. إنهم يطالبون فوق ما اقترفوا فدية عن فارسهم القتيل. نحن مضطرون على كل حال أن ندفع لهم جزية كي يكفوا بلاءهم عنا. ليت الأمر يتعلق بالمال. إن شرط المغول للقبول باستسلامنا أن يختار جنكيز خان من نساء الوالي سبية، وفي هذا إهانة لشرفنا، سنقاتل حتى آخر رجل. صبرا، ودعنا نتملى في الجانب الخير لهذا الشرط. وهل هناك خير في أن يغتصب همجي أحد نسائنا؟ لا تسمي الأمر اغتصابا، هو شرط، وهو يعني رغبة في مصاهرتنا. ثم إن تلك المرأة التي ستقدم على ذلك ستقدم تضحية جليلة لبلادها فتستحق التقدير. هذا صحيح، ومقابل أن يكف بلاءه عن مدينتنا سأكون قدوة، وأقدم نسائي ليختار منهن جنكيز خان من يشاء. إنه ذنبي أنا الذي توسطت لإرساله دون علم بالمصير الذي سيلقاه. كان صاحب عطف وعنفوان، ومن المؤسف أنه لم يلقى حتفه في معركة مشرفة، بل قتل بسهم بيد أفضل رماتنا. أتذكر النبوءة المقدس يا مولاي؟ لم تكن تنذر بالخير. جوشي، فداك أنت يا جنكيز خان الأعظم، إنه أعظم شرف يناله إنسان. لو قلت لي هذا قبل 20 سنة يا بكتر لأفرحتني، أما الآن كنت أتمنى أن أسبق جوجي إلى دنيا الخلود، فلا أشهد مصرعه. كنت أريد أن أحمي هولاكو من الخطر، لكني أخطأت الهدف. لني لا عليك، كان خطأي أنني أرسلته في مغامرة سخيفة. لقد شاخ الخان الأعظم وضعف قراره. إن عقل جنكيز خان يزداد حكمة ورجاحة مع مرور السنين. ولكن النصيحة في غير مكانها. ماذا تقصد يا أبتاي؟ لم يكن يقصد سوءا،
ولكن مصرع جوشي كان مفاجئا وغير طبيعي. بل إن كلامكما يتضمن إيحاء. كفى، لا أريد أن أسمع المزيد. فليدفن جوشي بالمراسم التي تليق به، ولا تدعوا موته يثبط هممكم. لدينا قلعة نغزوها وأسوار نخترقها. أقسم إنني أنا جنكيز خان القاهرة الشرق والغرب أن أنتقم لروحك الطاهرة يا جوشي بانتزاع عشرات أرواح، بل 100 روح أدوجها بروح حاكم تلك القلعة اللعينة. حزينتان لموت جوشي، أم لأن جنكيز خان سيدشن الليلة رمز انتصاره المبارك واستسلام قبيلة آل سونغ بخطفه أجمل نسائهن؟ بل خوفا على ما قد يدبره آل سونغ ضد هولاكو. لا تخافي على هولاكو، أعرف أنك ربيته كابنك، لكنه أصبح مقاتلا منذ أمس وأزهق روحي حيوانين، فقتل غزالا ورجلا من العدو في غمضة عين. قتل رجلا؟ نعم، إن له مستقبلا عظيما طالما بدأ بهذه القوة في هذه السن المبكرة. لكنني خائفة على أبيك الذي أحب يا تولاي، فأنا زوجته الأخيرة وأعرفه جيدا، لم يعد في سن تسمح له أن. بئسا لك من زوجة، أنت لا تليقين بأن تكوني زوجة لجنكيز خان. سوف أبلغه بما تتقولين به، مشككة برجولته وصحته. لا يا بوردي، في وقت كهذا يجب أن يكرس جنكيز خان عقله وروحه لقيادة الجيش، فلا يزعزع عنا استقرار فكره أحد. ليس ثمة من يحرص على راحة الخان وصحته مثلي. أنا زوجته الأولى، أنا بدأت معه الطريق. لو كان مولانا مرتاحا لحسن تدبيرك لما اقترن بغيرك يا بوردي. ألست أنت القائلة يوم عرضت زواجه مني؟ لا يستطيع امرؤ أن يسرج حصانين في وقت واحد، ولا يمكن لوزير مخلص أن يخدم سيدين في آن معا. إذن سجلي ما أقوله الآن. على ضفاف البحيرات ذات الشواطئ الحمراء توجد إوزات وبجعات كثيرات، يمكن لسيدنا أن يقتنس منها ما يشاء. وبين القبائل توجد شابات كثيرات، يمكن لسيدنا أن يختار المحظوظة منهن كي يشرفها باختياره. يحق للخان الأعظم أن ينال زوجة جديدة كل يوم، وأن يسرج حصانا بريا متوحشا جديدا. هذا كلام فيه حكمة كبيرة، وسيسر جنكيز خان إذا سمعه. ليت زوجتي تصغي إليه. أتمنى أن تنقل له ما دار بيننا كي يعرف جنكيز خان برأي من يثق. لا، من الخيانة أن نشتت تركيزه بخلافتكم التافهة، فلتخلط كل واحدة إلى الحزن على فقيدنا جوشي. تكفينا مصيبة واحدة اليوم، ربما نفرح مع إشراقة الشمس غدا ونحتفل بزفاف جديد يمحو بعض ألمنا بسبب فقدان العزيز جوشي. يبدو جيشهم قويا لا يقهر، ولكني أتساءل كم من القوة هو جنكيز خان في هذه السن التي بلغها. لا أجسر على مجرد التفكير بأن ملك هؤلاء الوحوش سيختارني خليلا. بل زوجة يا غبية، فهم مشهورون بالفحولة. أما أنا فقادرة على إغرائه لإعادة الحرية لمملكتنا.
ولو رحت في سبيل ذلك سبية لأعيش معه. وإذا ذبحك بعد أن ينال وطره؟ لا أظنه سيفعل. كم أنت جريئة، لا عجب أن اختارك الوالي وفضلك علينا. إنها مجرد نزوة لا أكثر. بل هو حب، وأنا أبادله ذلك الحب من أعماق قلبي، ومستعدة من أجل سعادته أن أضحي بجسدي على مذبح أولئك الهمش. وهذا أمر ليس بوسعكما أن تفعله. هذه هي رسالة مولانا الوالي إليكم، مشفوعة بهذه الهدايا المتواضعة، عربونا على وفائه بعهده. لا قيمة لها إذا ما قيست بدم جوشي. عفو مولاي، ولكن محاربكم لم يمس بسوء من أي من مقاتلينا، بل بسهم أطلق خطأ. قل لواليكم إن قاهر الشرق والغرب قادم إليه ليوطد بالمساهرة أواصر علاقة لا تنمحي. أنا أعلم كم من النساء الجميلات لديه، لذا أريده أن يصدقني القول ويقدم لي أغلى وأجمل من لديه تعويضا عما فقدته. سمعا وطاعة. وأحب أن أعلمكم بأن أجمل زوجاته والتي لا يطيق فراقها هي كورجيجين. أكرم هذا المرسال الحكيم بما يستحق إلى أن أدخل القلعة فأجزل له العطاء. بماذا ترهقين رأسك الجميل وهناك رجال مثلي يحملون هموم الدنيا على كواهلهم؟ أتأمل يا حبيبي إلى أي حد أستطيع أن أضحي بالابتعاد عنك. كلامك هذا يدمي قلبي يا كوربلجين. أنت الوحيدة التي أحب بين زوجاتي، إنني لا أقوى على فراقك. إذا لماذا لا تخفيني؟ لماذا لا تبعدوني عن عيني جنكيز خان؟ أخشى يا حبيبي أن يختارني. وأنا أخشى ذلك أكثر منك، لكنه يعرف بوجودك، ثم كيف لي أن أهربك إن كنت لا أستطيع أن أجد منفذا؟ لو كنت أقدر أن أخفيك عنهم لا أخفيتك في هدب عيني. ولكن ألا تخاطر بي وببلدنا باستماعك لنصح الحكيم وغضك النظر عن رأي القائد؟ كلاهما محق في رأيه، لكنني أدرك تماما أننا لا نستطيع الصمود طويلا في وجه المغول، فلو قاومناهم سندفع الثمن أغلى بأرواح أبنائنا، لذا فإن أهون الشرين أن نستسلم. وقد أرسلت إلى جنكيز خان وفدا يحمل رسالة اعتذار مني. آمل أنك اتخذت القرار السليم، ولكن جل ما أخشاه هو فراقك. لا تتزيني، وقفي في الصف الخلفي حين يأتي جنكيز خان ليختار سبية ملكية. سأفعل. ولكن تذكر يا حبيبي أن الغيوم لا تحجب نور الشمس طويلا.
لو حدث لك شيء لانفطر قلبي حزنا وموت. ما الذي كنت تخفينه في يدك؟ لا شيء. لا تكذبي علي، لم أعد طفلا وأنت لا تكبرينني بكثير. هل أتمنك على سر؟ ثقي بأنهم حتى لو عذبوني لن أبوح به. ومن يجرؤ على تعذيب حفيد جنكيز خان العظيم؟ ومن تقصدين بالعظيم، جدي أم أنا؟ إن غرورك العظيم ومن أؤمن به أوصانا بالتواضع. إذا أنت من أتباعي. لو استمعت إلى مبادئه لغرست المحبة في قلبك وتخليت عن حب القتل والدمار. أنا أحب شيئا واحدا. ما هو؟ أنا أحبك يا قولان. ماذا تفعلان هنا والجميع قد استعد للجنازة؟ كنت أجهز هولاكو. الشكر لك يا قولان، أعرف بأنك تقومين بما هو أكثر من واجبك، ولا أدري كيف أجزيك الثواب. إن أفضل ما تفعله أن تزيد نساءك بشقيقة التوأم دوقوز، سوف تسعدك وتعتني في غياب زوجتك بالعزيز هولاكو. لا أريد أحدا يعتني بي، لقد توجت صيادا ومحاربا من الياسكا غاي، ولم أعد بحاجة إلى امرأة سوى زوجة يا هولاكو. ومن قال إني أرغب في الزواج؟ مراسم الجنازة أوشكت أن تبدأ. جئت أودعك، أخشى أن لا أراك غدا. اطمئن، اطمئن يا سيدي وحبيبي، أنا لك وحدك. أما ذلك الهمجي جنكيز خان، إن لمسني فسأقتل نفسي. الصائد صار فريسة، وفي أعماق التربة المقدسة سيمخر نحو الخلود الأبدي، يحمل روح أليسا كغاي، ويحمل من الأسماك والأطيار والضواري، ويعيش كما النار والهواء والتراب والماء، ذرات تتحلل، لهب يفني، ريح تعصف، وتربة تغذي،
تغذي الغابة والصحراء وتنتشر في كل المعمورة، تتجذر بذرة تنبت شجرة، شجرة تنبت ثمرة، ثم تعود لتفنى وتجري في نهر الحياة. جوشي غادر، غادر في رحلتك الأبدية إلى عالم الأرواح، غادر واترك سيفك ليرتاح. سهم أنت لا قتيل بسهم، والهدف بعيد المنال، فامض في رحلتك إلى المحال. أنت يا جوشي آخر خير في هذه الأرجاء، بأسا بكاك جنكيز خان، فافرش له درب الخلود بالأطحوان. لقد رحل عن التتار أفضل إنسان. أقسم بكل ما هو مقدس أن أثأر لمقتلك يا جوشي.